بابلو إسكوبار زعيم للمافيا ومهرب اشتهر عنه أنه لا يعرف الرحمة، وهو أكبر وأشهر تاجر مخدرات في العالم، وكان أغنى سابع رجل في العالم، حيث وصلت ثروته 30 مليار دولار، والتي قام بتجميعها عن طريق غسيل الأموال والتجارة في المخدرات. يعتبر بابلو إسكوبار هو أكبر تاجر مخدرات في التاريخ حتى الآن، حيث أنه كان متخصصاً في بيع الكوكايين والهيروين، وهو أول من نشر تجارة الكوكايين في أمريكا. وكان بابلو يحلم منذ صغره بأن يكون ثرياً، لكن مهن والديه كانت توفر لعائلته الطعام والملبس فقط. بدأ بابلو حياته الإجرامية في سن 15 سنة، حيث كان يسرق شواهد القبور ويبيعها ليحصل على المال، واستمر في ذلك عدة سنوات حتى تعرف على خيسيوس دي ناصارينو، وهو زعيم سرقة السيارات في كولومبيا وقتها. من هنا تحول بابلو إلى سارق للسيارات وقاتل مأجور. بنيته الجسدية القوية وممارساته الإجرامية جعلته بضاعة رائجة، يحاول رؤساء العصابات استمالتها للعمل لحسابهم، مثل عصابة ألفارو برياتو. وتمكن عام 1972 من اختطاف شخصية ذات نفوذ في مدينة ميدلين، ثم أطلق سراحها مقابل فدية دفعتها عائلتها قدرت $100,000، وهو المبلغ الذي أتاح له تطوير نفوذه في عالم الجريمة وتجارة الممنوعات. سيطر إسكوبار في منتصف السبعينيات من القرن العشرين على تجارة المخدرات في ميدلين الكولومبية، وأحاط نفسه بمئات الأوفياء من الأصدقاء والأقرباء من ذوي السوابق، وأطلق على عصابته اسم سيكاريوس. استغل إسكوبار الطبيعة الجغرافية لكولومبيا التي تغطي الغابات ثلثي مساحتها لمصلحة نشاطاته، حيث أجبر الفلاحين على تغيير أنشطتهم المرتبطة بنبتة الكوكا المخدرة من الزراعة إلى الزراعة والتصنيع، عن طريق تركيز العشرات من المخابر العشوائية السرية التي يقومون فيها بتحويل النبتة إلى عجين مخدر الكوكايين، مستعيناً في ذلك بخبراء المعامل الكيميائية. مع ازدهار تجارته طور بابلو إسكوبار وسائل نقل المخدرات نحو الولايات المتحدة التي اعتبرها سوقاً مثالية لمخدر الكوكايين، وذلك عن طريق استعمال الطائرات من كولومبيا نحو بنما، ومنها نحو ولايات أمريكا مثل كاليفورنيا وجنوب فلوريدا. حملت طائراته في رحلاتها ما يعادل 11 طناً من المخدرات في الرحلة الواحدة، مما دفعه مجدداً إلى تطوير مسالك التوزيع والإمكانيات اللوجستية الملائمة لازدهار نشاطاته. فأشرف في منتصف الثمانينيات على تصنيع غواصتين مسيرتين عن بعد لإيصال الشحنات. أصبحت عصابة ميدلين ورئيسها إسكوبار تسيطر على كثير من مسالك توزيع وتجارة المخدرات في الولايا المتحدة وإسبانيا والمكسيك وجمهورية الدومينيكان وفنزويلا وبورتوريكو ودول أخرى في أوروبا، وتواترت أنباء عن وصول شبكته إلى آسيا أيضاً. عنه بلاده في مراسم تتويج فيليبي غونزاليس رئيساً لوزراء إسبانيا. راج أيضاً أن إسكوبار كان من داعمي مقاتلي حركة 19 أبريل نيسان اليساريين M19 الذين اقتحموا المحكمة العليا الكولومبية واغتالوا العديد من قضاة المحكمة وأتلفوا السجلات والوثائق في وقت كانت تستعد فيه للنظر في معاهدة تسليم المجرمين بين كولومبيا والولايات المتحدة، والتي كانت ستسمح للبلاد بتسليم أباطرة المخدرات إلى واشنطن لمحاكمتهم، لمنع القبض عليه وإرساله وأمثاله للمحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية. أعلن بابلو الحرب على النظام والسلطة الكولومبية وعلى كل داعمي مشروع قانون التعاون الكولومبي الأمريكي عن طريق إرشاء السياسيين والقضاة والمسؤولين الحكوميين وقتل كل من توعده بالمحاكمة. في نوفمبر تشرين الثاني عام 89 اتهم بمحاولة اغتيال مرشح الرئاسة سيزار غافيريا عن طريق تفجير طائرة الخطوط الكولومبية في رحلتها رقم 203 أفيانكا 203، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب والطاقم والبالغ عددهم 103 أشخاص. في ديسمبر كانون الأول عام 89 وفي فترة أعياد الميلاد اتهم بتفجير مبنى المخابرات الكولومبية وسط العاصمة بوغوتا عن طريق زرع عبوات ناسفة يقدر وزنها 500 كيلوغرام من المتفجرات، مما أدى إلى مقتل 89 شخصاً من موظفين ومارة في الشارع. سنة 92 بلغ عدد القضاة الذين اغتالتهم عصابة إسكوبار 70 قاضياً ممن حاولوا تتبعه قضائياً في جرائم القتل والاغتيال التي وقف وراءها في معركته مع السلطة. كان يتبع بابلو أسلوب الرشوة أو القتل لكي يحل أي مشكلة تقف أمامه
حيث كان مبدأه بلاتا أو بلومو، أي اقبل الرشوة أو تموت. قتل بابلو ثلاثة مرشحين لرأسه كولومبيا. قتل بابلو ثلاثة مرشحين لرئاسة كولومبيا، كما قتل النائب العام ووزير العدل ومئتين قاضي وألف ضابط والعشرات من الصحفيين، وكانت أجهزة الدولة تخاف منه قبل أفراد الشعب الكولومبي. وضعت أمريكا جائزة نقديه لكل من يدلي بمعلومات عنه، فأخذ صورة من أمام البيت الأبيض لاستفزازهم. وقيل ذات يوم أحست ابنته بالبرد، فقام بإشعال النار في 3 ملايين دولار لتشعر بالدفء. كان دخل عصابته 460 مليون دولار أسبوعياً. كان ينفق ما يقارب من 20,000 جنيه شهرياً على الأساتيك التي تربط رزم أمواله فقط. في 2 من كانون الأول ديسمبر عام 93، وبعد 15 شهراً من مطاردته من قبل فرقة سيرتش بلوك التي أنشأها الرئيس الكولومبي فيرجيليو باركو، وهدفها الوحيد اعتقال بابلو وشركائه، بالإضافة إلى وكالات الاستخبارات الكولومبية والأمريكية وأحد الجماعات المناهضة له وتدعى لوس بيبيس، عثر عليه في مخبئه، وأطلقت الشرطة الكولومبية النار عليه، وما زال اللغز حول من أطلق النار عليه على رأسه مرهونا بعدة فرضيات حتى الآن، ويعتقد أقارب بابلو أنه هو من قتل نفسه. حضر حوالي 25,000 شخص دفنه بما في ذلك معظم فقراء ميديلين الذين ساعدهم على نطاق واسع. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. الحركة. ملعونون بالجزائر مذلولون بفرنسا، جزائريون انضموا إلى ظهر في زمن التسعينات، الزمن الذي كانت تعاني فيه الجزائر، فظهر في ذلك الوقت رامبو الجزائر الذي قهرهم وأذلهم. فوزي سالمي، البطل المغوار، قاهر الإرهاب وأسطورة القوات الخاصة بسطيف، اشتهر باسم سومبول ويعتبر أشهر المقاتلين وصانع أمجال الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير، وقاتلوا ضد جبهة التحرير الوطني لتبقى الجزائر فرنسية، ثم كرموا تكريما لا يتجاوز حدود الأوسمة وقبعات خيالة الجيش الفرنسي القديم، مرفقة بنظرات الاحتقار والذل والمهانة. سنشاهد في هذا الفيديو